آخر مشاهدينا الكريم، وبالضبط إلى بجاية. والآن الحديث هنا عن عمي حميمي البالغ من العمر 75 سنة، ورغم كبره إلا أن حبه لفنه جعله يواصل عمله داخل ورشته الصغيرة ليجسد إبداعه. المزيد في تقرير غنية غالمي وتوفيق ضيف الله. بخطى متثاقلة ينتقل عمي حميمي البالغ من العمر 75 عاما بين لوحاته التي رسمها، حيث اختار ساحة أول نوفمبر، ساحة جيدون بولاية بجاية، ورشة لتجسيد إبداعاته ومكانا لعرضها. فبالرغم من أميته إلا أنه يداعب ريشته باحترافية عالية. بسم الله هذا مشطوح اللي كشغل مع الديسيني كنكا كردي زوالين ولاش ادور نخدم في الفلاح نكسل المال ندي سيني فراغ ندي سيني يزقار انت غطن تسجن حملنا الطيلان حملنا الفرجان مشطوحني مقرانا. عمي حميمي بدأ مشواره في مجال الرسم عن عمر لا يتعدى 14 سنة بالجزائر العاصمة، ليقرر بعدها العودة إلى مسقط رأسه. وبالرغم من إعاقته إلا أنه تمكن من تحديها وبجدارة، فالعائلات أصبحت تقصده من كل ربوع الوطن من أجل شراء لوحاته التي تبهر كل من وقعت عينه عليها. قضاء الجزائركم أسيو الخدمة كسحت الشهداء خدموا هذينا خدمة طبلة سمشطوح ثم كاكيا دا حميمي سنيتي كل دي اقرا بلاس كيدون ستان اقرا ارتيس ولي دي وسان يقنعيت سلي فوتو ينس ماذا بهم اتعاون المسكين اسف كان اللوكو نعر كيك شوز اكا ونكر دارتيس داغن ارتيس كون كوني ديبي دي زاني اللي توجور على بلاس كيدون مي مالوروزمون نا با دي كارت دارتيس. القماش والألوان الزيتية وكذا الريشة هم أغراض عمي حميمي ومؤنسه الوحيد، حيث يرافقونه أينما حل وارتحل ليبدع أجمل اللوحات. فهو لا يعرف ولا يزاول أي عمل غير الرسم الذي أحبه حتى النخاع.